كمان بآخر فقرات صباحنا غير. أكيد يا زينب، ومحطتنا الأخيرة رح تكون بعالم الموسيقى يلي بقي لحضورها نكهة خاصة على مسرح الأوبرا وغيرها من المنصات بسوريا. رغم طبول الحرب بقي للنغم له أثر، واليوم مع قائد الفرقة الوطنية للموسيقى العربية المايسترو عدنان فتح الله رح نتوقف سوا عند أبرز المشاركات وأيضا المشاريع الموسيقية القادمة. بدنا نصبح عليك مايسترو، يسعد صباحك. يسعد صباحكم، يعطيك ألف عافية. الله يعافيك، شكرا. صباح الخير، يعني يعطيك الف عافيه من مهرجان الاعلام الاول اللي شاركتوا فيه ايضا مؤخرا. مهرجان الاعلام الاول شاركتوا فيه مؤخرا، تحكي لنا عن مشاركه الفرقه بهذا المهرجان. اول شيء صباح الخير. صباح وسهلا. طبعا راح احكي عن المشاركات بشكل عام، يمكن تواجدنا باكثر من حدث صار بالفتره الماضيه، من افتتاح معرض دمشق الدولي افتتاح المؤتمر الاول للشباب التنميه البشريه، وهلا اليوم كنا من اول امبارح بافتتاح مهرجان الاعلام السوري. هذا الشيء اكيد بيعني لنا كثير كتتويج، يمكن لكل الجهود اللي بذلوها اكيد الموسيقيين، مشكورين بصمودهم وايمانهم بالموسيقى واستمرارهم اكيد على العطاء، سواء كان من ناحيه التدريس او العزف بالفرق الوطنية الضخمة مثل الفرقة السيمفونية الوطنية السورية والفرقة الوطنية السورية للموسيقى العربية. طبعا كان برنامج الحفل بمهرجان الإعلام السوري هو مثل ما منخطط لكل برامج الفرقة الوطنية السورية للموسيقى العربية، كان في عندنا طرح لموسيقى سورية مؤلفة حديثا في لتجارب من التراث الموسيقي، خلينا نقول العربي. كان معنا قامات فنيه سوريه مميزه، كانت كسوليست كمغنيين منفردين مع الفرقه، امثال ليندا بيطار، سيلفي سليمان، وريان جريرا، اضافه لمشاركه الكورال اكيد مع الفرقه باغاني منهم. كان تحيه اكيد للجيش العربي السوري باغنيه زف العساكر للمجد، هي للفنان السوري الراحل فؤاد غازي، بس معدة بطريقتنا موزعة للأوركسترا عد التوزيع الأساس كمان أسكيكر أداها الكورال، إضافة للتراث السوري كان حاضر كمان بالبرنامج اللي تقدم. قدمنا بعدة أغاني من جميع المحافظات السورية، وكان ختام الحفل أغنية بالفرح بالعز هي للملحن شاكر بريخان، وهي من الاغنيات اللي تعد من التراث السوري واللي لاصقه بذاكره الناس. نعم مايسترو، خلينا ننتقل ونشوف لقطات من المشاركه اكيد وبنرجع. يعني عم نشوف الفرقة الوطنية السيمفونية كمان مشاركة بعديد من المهرجانات والمؤتمرات، وشاركت يعني مؤخرا بمهرجان الإعلام الأول، تحكي لنا عن المشاركات كمان أهم المحطات اللي مرت السابقة، يعني إحنا مرقنا معرض دمشق الدولي، مرقنا أيضا بالأعياد، مهرجان الشباب التنمية البشرية، مهرجان الإعلام، تحكي لنا عن هي المشاركات أهميتها بالنسبة لكم خاصة بهي الفترة اللي عم تشهد فيها سوريا نبض بالحياة. هلا اهميته مثل ما قلت لك انه هو شيء يعني تقدير لهي الجهود الموسيقيين انه استمروا واستمرت هي المشاريع واقفه على رجليها، سواء رغم كل الظروف وكل كل كل الصعوبات. كثير خسرنا مثلا من الناس اللي سافرت، بالنسبه حتى خلينا نقول مثلا موضوع الشيء المادي، حتى
بس رغم هيك إيمانهم هو اللي خلى هي المشاريع واقفة على رجليها. لساتها عم تقدم تجارب جديدة، لساتها عم تطرح أفكار خلاقة رغم كل، مثل ما قلت لك، رغم كل الظروف. هذا هو الشيء، هذا كثير أكيد يعني كثير بيعني لنا، يعني بيأكد على شغلة إنه هي الجهود وهذا الصمود وهذا الإيمان بالموسيقى، وإنه نحن نضل مستمرين ومحافظين على مستوى معين وأكاديمي وصلنا له بمؤسساتنا وبفرقنا، هو اللي خلى هي المشاريع أكيد تضل حاضرة، تضل عم تنشر ثقافة محبة، ثقافة سلام، تنشر بالأساس ثقافة الحياة. فهذا شيء كثير مهم إنه أكيد مش مستمرة وتشارك بهي أكيد ويضل يمكن الفن عم يخلق وخلاق مثل ما تابعنا يمكن المقطوعة اللي أطلقتها. نعم. أول مرة أي. كان بتدمر وهي يمكن صارت مثل ما ذكرت لنا أي. صار لها بصمة وسميت بوابة الشمس تأثرا بتدمر. امبارح كانت موجودة ضمن هو كان المشاركات. كان أول مبارح. أول أول عمل قدمناه هي الموسيقى اسمها تدمر بوابة الشمس. هي أكيد الشرف إنه حملت اسم الفعالية تدمر بوابة الشمس اللي كانت تحت رعاية كريمة من السيد الرئيس بشار الأسد، وتقدمت لأول مرة على مسرح تدمر بتاريخ 6/5/2016. طبعا هي الموسيقى كتير بتعني لي لأنه ارتبطت بشعور كتير مهم. أول ما تخبرنا أنه مثلا نحن لا أنه عندنا حفل على مسرح تدمر بعد تحريرها، فحاولت من خلال الموسيقى انه اعبر عن شعوري وشعور كل الموسيقيين اللي كانوا موجودين بهذا الحدث الكثير مهم واللي كثير اكيد. نعم. عنا فان شاء الله نكون قدرنا نوصل هذا اكيد كثير حلوه الموسيقى. اكيد كثير حلوه وعن جد بتذكرنا كان هالحفل الرائع كان بتدمر. خلينا نحكي مايسترو كمان عن المشاريع القادمه، شو محضرين جديد وشو المشاريع القادمه اللي انتوا عم تشتغلوا عليها هلا؟ هلا الحفل القادم، الحفل الدوري للفرقه، هالحفل الدوري هو الحفل الاساسي بغض النظر عن المشاركات اللي عم تصير. هو الحفل ب 31/10 راح يكون على مسرح الاوبرا. هو راح يكون في دمج يمكن بين الموسيقى وبين شيء له علاقه يمكن بالتراث او الصناعات اللي خلينا نقول التقليديه القديمه. يمكن اول مره يعني بحكي عن هذا المشروع. ان شاء الله نتوفق بانه نحقق شيء جديد لاول مره بيصير. راح نشوف شغلات غريبه راح تكون على المسرح عم ترافق الموسيقى. ما هي آلة موسيقيه، هي آلة بعيده جدا عن الموسيقى، بس راح يتم توظيفها مع اعمال موسيقيه راح تاديها الفرقه الوطنيه السوريه للموسيقى العربيه. هذا الشيء بهدف انه تكريس هي الصناعات وعدم اندثارها، انه هي شيء كثير كثير مهم. فبنحكي عنه اكيد مطولا قبل الحفل او بعده ان شاء الله بالمستقبل. والحفل اللي بعد 31/10 هو راح يكون عباره عن فيلم راح تحضره الناس. ما في ولا كلمه، ما في حوار، ما في هيك، بس هي راح تكون الموسيقى هي عم تعبر عن الشيء، عن الحدث اللي عم يصير بكل خطوه. كمان بنحكي عنه بعد غريبة متأكدة أكيد دائما يمكن بتقدموا شيء للناس وبتقدموا شيء للحياة بشكل عام جديد، وما في شيء يمكن روتيني عم يصير. وما بدنا ننسى نبارك لك بافتتاح معرض دمشق الدولي، هاي الحفلة الرائعة يلي حققت يمكن أعلى نسب مشاهدة، يلي حققت يمكن نجاح كتير كبير. هاي المشاهدة الفضل لكم على الفيديوهات الأخبارية السورية كل الشكر أكيد يعني شفنا هذا التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي. مايسترو كلمة بتحب توجهها يمكن من بعد مرحلة الصيف يلي دائما لك مشاركات ودائما لك لحضرتك وللفرقة يمكن بصمتكم بجميع المنصات يلي بتعتلوها. هلا هون اكيد الكلمة الأولى هي كل الشكر لزملائي الموسيقيين بالفرقة الوطنية السورية للموسيقى العربية، لزملائي الموسيقيين اكيد بالفرقة السيمفونية الوطنية السورية للموسيقى العربية، اللي مثل ما قلت لك انه كان في عندهم ايمان بتاثير الموسيقى على جميع جوانب الحياه، خاصه بالسنوات اللي مرينا فيها. استمروا رغم كل الظروف انه يتواجدوا يعلموا ينشروا الموسيقى كحاله تربويه عند الاطفال،
يخرجوا كوادر من المعهد عالي للموسيقى تستفاد منها هي المشاريع لحتى تنفذ أعمالها وتضل واقفة على 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 رجليها. بنفس الوقت انه هي المشاريع قاومت كثير تيارات يمكن حاولت انه تيارات غريبة اكيد انه حاولت تفوت على مجتمعنا بالفترات الماضية واثبتت انه اكيد انه ثقافتنا هي ثقافة حياة، اثبتت انه الموسيقى مرتبطة بحضارتنا من آلاف 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 السنين أكيد، فمن واجبنا أن نحافظ عليها، نسعى دوما لتطويرها وتقديم أفكار جديدة، أفكار يعني تنسب للمكتبة الموسيقية السورية بيوم من الأيام، رغم كل هذا أنه ما نوقف عند شيء أبدا، يكون في تجديد تراثنا كمان نقطة كتير مهمة. أكيد هذا عطول بحكي أنه هذا موضوع صون التراث، هذا الواجب الأول يمكن عند كل موسيقي سوري. فهذا كل الشكر لهم، كل الشكر أكيد للهيئة العامة لدار الأسد الثقافة والفنون ووزارة الثقافة العطول أكيد عم تمد الدعم وهيك تستمر هي المشاريع. وبمناسبه مهرجان الاعلام السوري فكل الشكر لكم، لانه انه مواكبتكم لهي الاعمال هو شيء كثير مهم، مواكبتكم وتوثيق هي الاعمال وهذا، فهذا شيء كثير مهم واكيد بتشكركم. اكيد شكرا كثير لك. شكرا كثير لك مايسترو على وجودك معنا، وبالتوفيق دائما لكم بالمشاريع القادمه. شكرا كثير لك مايسترو، دائما يمكن بنفتخر بجهودك وجهود الفرقه وجهود الموسيقيين السوريين، ان شاء الله دائما يمكن بنشوفك بهذا المستوى العالي من التقديم والابداع الموسيقي. شكرا كثير لك مايسترو. شكرا لكم. شكرا لك لهون.